الله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا المأمون، وقول ربنا ولك الحمد الكل، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. طيب، كذلك الإمام إذا أراد أن يركع يقول الله أكبر ثم يقول سمع الله لمن حمد عند القيام من الركوع. الإمام يقولها والمنفرد يقول، أما المأموم خلاف. بعض أهل العلم يقول حتى المأموم يقول، الجميع يقول سمع الله لمن حمد، ثم الجميع أيضا يقول ربنا لك الحمد. والمشهور أن الإمام والمنفرد هما فقط اللذان يقولان سمع الله لمن حمده، أما المأموم فقط يقول ربنا لك الحمد وما بعدها، لا يحتاج إلى أن يقول سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا لك الحمد. وبعض أهل العلم كالإمام ابن حزم وغيره يقول لا، حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، وإن قالها لا بأس وإن تركها لا بأس. الصحيح أنه يكفيه قول الإمام، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لا يلزم المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يكفيه أن يقول ربنا لك الحمد.